احنا من اكبر مستوردين الاستانلس في مصر ونكاد نكون اكبرهم فعلا، لانه 60% من الاستانلس اللي بيدخل مصر بيدخل عن طريق شركه مصر لتشكيل المعادن. دي واحده من الشركات الخمسه اللي بتكون مجموعه كونتشتال. كل دولة بيبقى ليها المقاسات والاشكال الخاصة بيها، عشان كده احنا في مصر دايما حضرتك بتلاقي انه احنا عشان عدد افراد الاسرة بيبقى عدد كبير، فبيحتاجوا دايما مقاسات كبيرة من الحلل، فابتدينا بننتج الاطقم دي. لو جينا مثلا لدولة زي افريقيا بتحب الطقم يبقى اعداده كبيرة، فابتدينا نتواكب مع القصة دي. حاليا بنحاول نصدر الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي طبعا هم بيبقى الاسره الاوروبيه عموما متكونه من 3-4 افراد كتير، بيحتاجوا مقاسين 3 بس، فاحنا على حسب نوع العميل اللي احنا بنتعامل معاه نبتدي نحدد الشكل وبالاضافه الى الحجم المكون للطقم. فعشان كده ما عنديش سعر طقم ثابت، هو حسب العميل هو عايز ايه. سعر المستهلك في حدود حوالي 1200-1300 جنيه كطقم ستانلس متوسط الحجم بيقدر يكفي عيلة يعني. احنا بقالنا سنة تقريبا بندور على مستورد او حد مصدر من مصر نقدر نتعامل معاه بحيث ان هو يدخلنا السوق. فلغاية دلوقتي احنا تايهين مش عارفين نلاقي ده ازاي، خصوصا ان احنا عندنا في مصر مشكلة في المعلومات، ما بتعرفش توصل المعلومة بسهولة. اتجهنا شوية لشركة مصر لاستيراد وتصدير لان هي ليها اماكن في كل بلد الافريقية، ما لقيناش نتيجة قوي، فابتدينا نتجه لجهود فردية ان كل حد بيحاول كشركه يعني ان احنا نحاول ندخل السوق الافريقي عن طريق ان احنا نجيب مصدرين مصريين عايشين هناك بالعلاقات الشخصيه. مشينا شويه مع الناس بتوع مكاتب التصدير الافريقيه لكن برضو ما وصلناش نتيجه فعاله. بنحاول